محمد الربيع عقدت اجتماعا مع مندوب جميع الدول العربية ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لدراسة أو لمناقشة دراسة عن خروج رؤوس الأموال العربية وطرق استعادتها واستغلالها في التنمية داخل البلاد. نتابع. في الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاداتها، يصل حجم الاستثمارات العربية في الخارج نحو 3 تريليون دولار. لذا عقد مجلس الوحدة الاقتصادية اجتماعا ناقش فيه أسباب انسياب رؤوس الأموال العربية للخارج وطرق استعادتها واستغلالها في التنمية. اليوم نضع هذه المشكلة تحت القيد والبحث والدرس أمام الدول العربية وأمام القطاع الخاص العربي والشركات العربية للبحث ما هي السبل التي يمكن من خلالها تشجيع رؤوس الأموال إلى العودة إلى الوطن العربي، وكيف يمكن لهذه الأموال أن تتعامل بنفس التقنية وبنفس الأسلوب وبنفس المعايير التي تتعامل بها خارج الوطن العربي. هذا وقد أكد الحضور على ضرورة مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ما يدفعهم للاستثمار في الدول الغربية. هناك وسائل عديدة، سواء بالترويج، سواء بإقامة المعارض الدورية، سواء بالاتصالات بمراكز الاستثمار الدولية والإقليمية. يجب صنع قوانين في كل دولة على حدة، ويجب أيضا اجتماع مؤسسات مكافحة الفساد في هذه الدول من أجل الاتفاق على رؤية عامة لمواجهة تسريب الأموال العربية إلى العالم، وأيضا عقد اتفاقيات وتوقيع الاتفاقيات مع دول العالم من أجل استرداد هذه الأموال التي تعود للشعوب العربية. ووفقا للدراسة التي أعدها المجلس، يعتبر العالم العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار وأكثرها طردا له، إذ لا تتجاوز حصته العالمية من الاستثمارات الخارجية المباشرة 1%، ما يستدعي العمل على عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي لتحسين وضعه الاقتصادي. من مقر مجلس الوحدة الاقتصادية، أمل صبري، النيل. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في وقفتنا الاقتصادية. شكرا للمتابعة، وعودة مرة أخرى لمتابعة بانوراما النيل مع أمل وأيمن. إليكم. أشكرك حنان، وهذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الخارجية تتسلم بطاقات اقتراع المصريين بالخارج، ومنظمة دولية تبدأ رصد أنشطة حملات المرشحين الرئاسيين. تواصل فعاليات الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، وحملة السيسي تنظم مؤتمرا في الجمالية، وصباحي يزور البحيرة. محلب يتعهد بالتزام الحكومة الحياد التام في الانتخابات الرئاسية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لها. إلى سوريا، حيث بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 من شهر يونيو المقبل. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت بالأمس القائمة النهائية للمرشحين 3، وهم الرئيس بشار الأسد وماهر حجار وحسان النوري. على وقع أصوات المدافع وأزيز الطائرات، بدأت حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة في سوريا بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية للمرشحين 3، وهم 1 ماهر عبد الحفيظ الحجار، 2 حسان عبد الله النوري، 3 بشار حافظ الأسد. يعد هذا الإعلان بمثابة إشعار للسادة المرشحين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتبارا من صباح يوم الأحد. هذه الخطوة جاءت بعد أن استبعدت المحكمة الدستورية طلبات 21 مرشحا آخر لخوض هذه الانتخابات لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون، وتتمثل في تقديم طلب إلى المحكمة والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250 كشرط لقبول الترشيح رسميا.
السوريون اعتبر بعضهم إجراء هذه الانتخابات بمثابة حق دستوري وشرعي لهم، على الرغم من الصراع الدائر حاليا بين النظام وقوى المعارضة. أكيد حقي واجبي والبلد بلدي، وإذا أنا ما وقفت وصوتت وكلنا صوتنا بتروح البلد بتضيع. والمعروف أن انتخابات الرئاسة في سوريا والمقررة في شهر يونيو المقبل ستكون أول انتخابات تعددية، رغم أن قانونها أغلق الباب عمليا على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، حيث يشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، كما أنها تأتي وسط تنديد من دول إقليمية وغربية والمعارضة السورية بدعوى أنها مهزلة سياسية لإجرائها في توقيت تئن فيه البلاد من أوجاع القتال المستعر بين طرفي الصراع، الأمر الذي يصعب معه إجراء عمليات التصويت بشكل آمن، كذلك يستحيل معه توفير شروط ومعايير الرقابة على مدى نزاهة عمليات التصويت. على الجانب الآخر يعتبر النظام أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها شأن داخلي بحت لا يحق لأي طرف التدخل فيه. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده تسير بثبات نحو تحقيق الانتصار ومحاربة الإرهاب، وذلك خلال لقائه مع وفد من الممثلين عن محافظة حماة. يأتي هذا في حين تبنت الجبهة الإسلامية تفجير الحاجز العسكري بريف حماة الشرقي، بينما تتواصل عملية عودة المدنيين إلى ديارهم في حمص وسط البلاد، وذلك بعد توصل الاتفاق بين طرفي الصراع النظام والمعارضة بإجلاء حمص القديمة من المسلحين. تبادل جيش جنوب السودان والمتمردون للاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بعد ساعات من سريانه. فقد أعلن المتحدث باسم جيش جنوب السودان أن المتمردين هاجموا قواته في ولاية الوحدة المنتجة للنفط قرب بلدة بانتيو، في حين اتهم المتحدث باسم قوات المتمردين الجيش الحكومي بعدة انتهاكات في ولايتي الوحدة وأعالي النيل. في العراق قتل 17 شخصا اليوم معظمهم من عناصر الأمن في هجمات في مناطق متفرقة، كما قتل 20 جنديا رميا بالرصاص بعدما اختطفهم مسلحون من قاعدة عسكرية قرب مدينة الموصل في شمال البلاد. وفي محافظة كركوك شمال بغداد قتل أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، ويأتي ذلك غدا مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين على الأقل في تفجير استهدف منطقة يقطنها غالبية من الشيعة بالعاصمة العراقية بغداد. وقد أدى الانفجار إلى تدمير أحد المطاعم واحتراق عدد من السيارات وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة. ندد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالاستفتاء الذي ينظمه الانفصاليون في شرق أوكرانيا واعتبره لاغيا، وكأنه لم يكن مشيرا إلى أن الانتخابات الوحيدة الصالحة هي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 25 من الشهر الحالي. يأتي هذا في حين سمع دوي انفجارات عديدة صباح اليوم بالقرب من سلافنسك ما قل المتمردين في شرق البلاد حيث يجري الاستفتاء. في استفتاء قد يمهد الطريق لانضمام محتمل لحوض دونباس الروسي أو البقاء تحت عباءة الجمهورية الأوكرانية، يدلي أكثر من 7 ملايين أوكرانيا في شرق البلاد بأصواتهم لتحديد مصير منطقتهم التي يسيطر على جزء منها انفصاليون موالون لروسيا. وينظم الانفصاليون استفتاءان في أكثر من 10 مدن في منطقة دونستيك ولوغانسك اللتين تشكلان أكثر مناطق أوكرانيا ثراء والمتاخمة للحدود مع روسيا. وعلى الرغم من سيطرة الانفصاليين على هذه المدن وعدم اعترافهم بالسلطات المؤقتة التي تحكم كييف منذ سقوط الرئيس فيكتور يانكوفيتش فبراير الماضي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن 70% من سكان شرق أوكرانيا يعارضون التيار الانفصالي ويؤيدون وحدة أراضي البلاد. ويعد هذا الاستفتاء تصعيدا لأسوأ أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة،
حيث تقف روسيا وحدها لتؤيد استفتاء الانفصاليين في مواجهة الدول الغربية والولايات المتحدة التي تعتبره غير شرعي. الاستفتاءان غير شرعيان بموجب القانون الأوكراني وسيشكلان انتهاكا للقانون الدولي ولوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ولن تعترف الولايات المتحدة بنتائجهما. الدول الأوروبية كذلك أعربت عن قلقها من أن يتكرر سيناريو إلحاق شبه جزيرة القرم بروسيا، لكنها استبعدت أي تدخل عسكري. لسوء الحظ لا تستطيع الحكمة اليوم أن تتغلب على القوة في بعض أجزاء أوروبا، فالاستفتاء لا يمثل تهديدا لأوكرانيا وحدها، ولكنه يهدد أيضا الاتحاد الأوروبي والقيم المشتركة، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعي ذلك ويتصرف بحزم. ويشكل انفصال دونتسك ولوغانيسك تهديدا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 مايو الجاري في أوكرانيا لانتخاب رئيس للبلاد خلفا لفيكتور يانكوفيتش، وذلك رغم أعمال العنف والاستفزازات التي تتهم كييف موسكو بالوقوف وراءها. والآن مع أخبار الكرة والملاعب وأخبار الرياضة. هذه الأخبار تأتينا بصحبة الزميلة حنان عاطف. أهلا بك حنان. أهلا بك أيمن، وشكرا لك، وشكرا لك أمل، وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية وفيها بعد الفاصل. مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.